تعلمي العربية مع أم نام. ما الذي تفعله اليوم؟ ما كل هذا؟ أوه، هل هذا ما أفكر به؟ إنه العالم أم نام. ما الذي يخطط لفعله؟ إنه صندوق. لماذا هذا الصندوق؟ لماذا كل شيء بلا لون؟ ما الذي يفكر به أم نام؟ ما الذي تفعله تلك الآلة؟ لنكتشف ذلك. هل سنركب الدراجة؟ أوه، أنت تشحن الآلة. وانظروا، ما اللون الذي سيتشكل بعد الشحن؟ إنه الأخضر. لنستمر بإدارة العجلات. الآن اللون الوردي. المزيد بعد. ما هو اللون التالي؟ الأزرق. لنكمل بشكل أسرع. الأصفر. وما هو اللون الأخير؟ هيا، يمكنك فعلها أم نام. أنت بخير أيها العالم أم نام؟ لقد اكتمل الشحن. إنه الأحمر. لنرى إن كانت الآلة ستعمل. أوه، هناك ألوان تخرج منها. وانظر، أصبح الصندوق ملوناً. لقد ملأنا الفراغات. الشكل الأول هو مثلث، مثلث أخضر. والثاني هو مربع، مربع أزرق. والآن لدينا دائرة، دائرة صفراء. والتالي إنها نجمة، نجمة وردية. والشكل الأخير الذي لدينا مستطيل، مستطيل أحمر. أحسنت أيها العالم أم نام. اكتشفنا الأشكال والألوان. وداعا. مرحبا أم نام، كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، انظر، على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا أم نام، لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ أجل، إنها فرشاة. لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس. إنه بروكلي. رائع. هل ترغب بتناولها أم نام؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه، انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه، انظر، إنها تفقس. إنه باذنجان. أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي. انتهينا، لقد لوناها بالبرتقالي. لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة. لدينا واحدة أخرى لتلوينها. لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس. إنها طماطم. أجل، الخضار صحية جدا يا أم نام. إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر، ستدخل الخضار إلى الخلاط. أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه، فهمت الآن. لقد صنعت العصير من أجل أم نام. تبدو سعيدا جدا أم نام. قمت بعمل جيد. أحسنت. مرحبا أم نام. انظر، إنه هلام أزرق اللون. ألا يبدو لك هلاما لذيذا؟ واو. أوه، انظر، إنه يهتز. هيا فلنتذوقه حالا. أوه، أصبح أم نام أزرق اللون. إلى أين يذهب أم نام يا ترى؟ هل يبحث عن المزيد؟ لا تخف أم نام، هذا أنت في المرآة. أعلم بأنك تحب لونك الأزرق الجديد، أليس كذلك؟ تبدو جميلة. فلنكمل. هلام آخر، ولكن باللون الأصفر. باشر أم نام حالاً بتناوله. هل سيصبح أصفر اللون؟ كما توقعت، تناولها وأصبح لونه أصفر. ما هذه الآن؟ هلامين جديدين؟ أزرق وأصفر؟ ما الذي يحدث؟ يهتزان ويقفزان؟ لقد اندمجا. يبدوان كتفاحة خضراء. أصبح أم نام أخضر اللون بعد تناولها. مرحى. إلى اللقاء أم نام. بنفسجي.
أسود. أصفر. أخضر. سيارة. سيارة أجرة. سيارة شرطة. شاحنة. أحمر. بنفسجي. سماوي. أخضر. وردي. أصفر. أخضر. أصفر. سماوي. وردي. أحمر. سماوي. أخضر. وردي. أصفر. واحد. قرش واحد. واحد. اثنان. قنديلان. واحد. اثنان. ثلاثة. ثلاث سمكات أبي سيف. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. أربع نجمات بحر. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. خمس سمكات ريك. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. ست سلطعونات. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. سبعة أفراس بحر. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. ثماني سمكات ذهبية. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة.
ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشر قريدسات. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.